لو قلنا لك لو يعني حياتك هذه في اليمن طلعت مجرد حلم وقمت من النوم ايش بتلقي اول شيء؟ بفرح بصحى من الحلم طبعا. طيب بتصحى من الحلم؟ ايوه. اول شيء بتسويه بعد ما تصحى؟ اول شيء بتسويه؟ يعني لو كان صحيت من الحلم بفوق يعني بتقبل الواقع يعني بحاول يكون اول شيء بعد الحين عرفت ان هذا حلم ايش بتلقي اول شيء؟ والله يعني ناس صراحه يعني الحلم يعني الانسان لو قد كان جميل ما يتمنى انه يصحى منه، لكن انت العيش الان في اليمن ماساويه صراحه، يعني تعرف تقوم من الحلم ايش بتلقي؟ ها ايش بتلقي؟ يعني خلاص بنهي الموضوع كله. يعني انا اولا بصلي صراحه ركعتين استخاره حمد وشكر لأن يعني حياة يعني صراحة إيش يعني؟ بقوم في حياة ثانية. أكيد بقوم بحياة ثانية يعني حتى بعرف نعيش حياتي يعني كباقي البشر كباقي الإنسان كما باقي ال. يعني الحياة في اليمن ساسة. مرة يمكن أخص عادة من الخيال خص مما تتنقع خص يعني بأمور كثيرة. لا أبدا نقول الحمد لله يعني الإنسان يتعرض لكل شيء. أيوة. وهذا هي سنة الحياة على كل حال. نحن نعيش كلنا في حلم صدق. ثاني كلنا نعيش في حلم يعني وهم كله في وهم يعني الواقع والحلم كله واحد كله واحد. نعم والله. طب ما بتلقى اول ما تقوم مثلا اكتشفت انه هذا كل حياتك من يوم ما ولدت لما دحين اكتشفت انه هذا كله كان حلم؟ الحمد لله يعني مكتوب هذا علينا. بتنبسط ولا تنبسط؟ يعني بتفرح؟ ممكن نفرح ممكن يعني نحزن. تحزن ليش يعني؟ لانه كله حلم ماشي يعني حقيقه منه. مريع بنام تاني مرة. بتحمد الله؟ حمد الله أكيد. عم بليس بقلب كله بلق. بتفرح يعني؟ أوه الله يا ليت يا ليت. ليش بحياتك؟ كذا عصيت في اليمن كمان. لا لا والله حلوة حلوة ما بعرف. حرجع أنام والله. الحلم حلو يا أخي. يعني عاجبك الحياة؟ والله الحمد لله. بحمد ربي، لكن عايش برا اليمن بحمد ربي، بقول الحمد لله. سجدتين شكر. أيوه. والله تعرف اروح اخرج في الشارع في الامه واشوف الناس موجودين ولا لا. حر يا اليوم. ايش الاحلام اللي تجيك الفتره دي؟ الاحلام حاليا ماشي احلام حفوف. حفوف النوم ولا والله احلام يعني زي يعني المتحمل بها يعني زي كذا. الحال انه يتغير وضع البلاد للأحسن. يعني تحلمها تحلمها؟ ايوه تحلم انه ايوه يتغير وضع البلاد لأحسن. احلام يعني عادي ماشي احلام. والله احلام ماشي فلوس يعني عدي. يعني هذا الحلم انه ماشي فلوس؟ عدي ماشي يعني عندك ديون و تحلم انه تحلم انه عندك ديون. اتمنى انك تسدد. كل احلام هكذا بس. والله يعني في تشاؤم في وفي حاجات حلوه يعني منوعه يعني. لا ماشي صدق ملح. حفوف النوم ولا ماشي ماشي حوي يعني. نحلم ان انا كابتن هنا كده. والله انا نام ما احلم صراحه. ما تحلم؟ ما احلم. حوت انت؟ احلم بصدور دجاج عشان عندي كانت مقطوعه في الشغل. احلم انه جت الصدور، جاء البطاطس نزل، الزيت نزل. يعني في بضاعه ايوه. هذه احلام اليومين هذه كلها. والله كوابيس. كوابيس؟ اه. مبسوط من الكوابيس؟ لا والله. الاحلام اللي تجيني الفتره دي الصرف، الكهرباء، ال شو اسمه الاسعار. لا تحلم الحاجه هذه؟ ايوه. ايش بك؟ والله وضعك سيء انت. اي سيء. ساعتين ساعتين. والله ماشي احلام جيده كله كوابيس. كلها كوابيس؟ كوابيس. من وادي؟ كله من كل شيء. طيب اسمع، ايش الحلم اللي خلاك تقوم تضحك؟ انا ما احلم شيء طول يضحك بالبنين. ولا احلام كلها تبكي؟ كلها تبكي هنا. الحلم اللي خلانا نقوم نضحك مره يعني حلمت شفت رؤيا كذا انه يعني كنت انسان يعني كباقي البشر يعني صلحت مستقبلي روحت بنيت احلامي. يعني كل شيء صار حقيقه. يعني منها صار حقيقة. ايوه تحقق في حلمك. بس تحقق في الحلم بك هو اللي خلاك تضحك. ذكرت موقف حق واحد صديق عزيز لي عمله. ايوه في الجلسة بس قمت نضحك عليه ليمده منه. والله ما فيش حلم كذا تقوم من النوم تضحك ابدا. ماشي ولا حلم مقلوب يعني. قوم تقوم وجهك مقلوب. ما في ايام قمت نضحك طول يقول لي مغروم كنت ضحكت. ليه؟ عادي كيف تضحك انت مغروم؟ لا يقول لهم في نكته في الحلم. تكسير الاكشاك. تكسير الاكشاك. تكسير ايش؟ الاكشاك حق الناس. الاكشاك حلمت يعني انت وانت نام؟ ايوه حلمت انه تكسر اكشاك.
وقمت تضحك. نضحك اكيد. ليه تضحك؟ على الوضع اللي نشوفه. لا لا ولا ابو مره هي. ها؟ لا ابو مره. ها؟ ولا مره قمت من النوم تضحك؟ لا ابو مره. ولا قمت تبكي طيب؟ ما في. كله كوابيس. كله رعب. هو اليوم حلمت انا صراحه انه اطلع في مقابله كذا و... صحيت ضحكت كذا شفت. الله هذا استهبال. حلمت انه واحد معديني جاي فوقي وصدمنا وقمت انا كذا فجاه هديت فوقه ونميت اخنا قمت منه. لا على الحلم اني تخيلت اني انا في المكلة. مو انت تخيلت ولا حلمت؟ حلمت وبعدين صار حقيقه. ما هي طول كل العالم تخليك تبكي كلهم. لو الحلم بيدك يعني انت كل واحد بغى بيحلم من نفسه. ايش بغى بتحلم؟ لو بغيت بحلم يعني انا يعني لو بيدك الحلم في النوم. أيوة. وابغى تحلم والله يعني ايش يعني احلم التقي بالناس يعني اللي افتقدتهم كذا يعني اللي رحلوا عن حياتي. وبقى تتحسن كلكم بغيت الوضع يتحسن. ايوه وضع تعب الناس مره والصرف اللي بشجع اليمين عاد قام. ايوه ولا ممتع؟ ها من دري ساله بيبطي انت ساله. والله بحلم يعني اشياء كثير يعني في حلم اشياء حلوه في حلام. ها فاهية الحمد لله. ايش بغى بتحلم؟ رئيس الجمهورية. بتحلم انك رئيس الجمهورية؟ شوف انك تصلح واتشوف انت لان شوفك ريض صراحه مع الشميز ذي ريض. لا لا والله يعني نحلم باشياء تكون طيبه في البلاد يعني الناس يعيشوا. ابغى بتحلم كذا يحلمون الوضع نتحسن بقى بلاد تحسن. يعني نفسك تحلم كذا ما أكيد. نفسك تحلم انك تقع ريس تقع محافظ. لا لا مسؤوليه كبيره صراحه. نشتغل في مطار ريان. ابغى تشتغل في مطار ريان. مطاره نفسك تحلم هود الحلم. فلوس تحلم يا اخي انه عايش في مكان حلو. كهرباء كهرباء ما تطفي. بحلم انه لمن تتعدل. الله يا جماعه حسن الوضع بغى لمن تتعدل رجال. ايش فيها ناقصه لمن؟ والله ناقص فيها حاجات وايده. الكهرباء الماء احيانا انقطع الصرف فوق والبقعة كلها مره سياسه والسياسه شغله دي مشكله. احلم اني اشوف يعني بعد 5 سنوات اتطور زي كذا وعندي. بتشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ ايوه ربي يسهلها لي. ربك يسهلها. مواء يعني مواء نقول له خلها بالسهالة بس. انت شكله ماشي معك جواب يا عوض. قوا ماشي حالك من الان. والله حالي مليان. لا الحلم اللي في النوم يجيك بايخ وابغى بتقول له الله لا يعوده. الله لا يعوده. الله لا يعوده. الله لا يعوده. لانه الحلم بايخ. حابب اقول له صراحه يعني لا لا, لا يعود لا يزعجني يعني اللي فيني مكفيني. ان شاء الله ما ترجع ثاني مره. ان شاء الله ما تعود. ما تعود طول. اقول له لا تجي لي حلمك البايخ هذا يجي لك من الشيطان اللي يظهر لك. ايش حاب تقول له؟ ايش حاب تقول للحلم البايخ؟ الحلم البايخ نقول له كابوس هذا. بقى شو تصبع تو برا تو تطلع لا برا لانه بايخ. ما يقع تجي لي كم مره اقول له. ما يقع. لانه اقول له انك انت بايخ يا ريتك ما تجي في راسي. لا تعيد يعني لو سمحت. خليك محترم لا تعيد. ايوه خلاص لا تولف زين. والله لا بقدر بسبه. يروح. يروح. ما بغيت ثاني مره يرجع. بغيت الحلم اللي بعده. طب قول له باتوب. باتوب. الله خلص كلام.